يعني لازم نعملها في لما ننضف فراخ او طيور، مهمه جدا. الدكاتره اتكلموا عنها ان يعني الحاجه دي بتبقى يعني كلها السموم بتاعت الدواجن والحاجات متجمعه فيها والطيور، ماشي. لازم نشيلها، دي اللي هي عامله زي الكبده دي، لازم تتشال وتتنضف كويس قوي عشان خاطر دي بتبقى مركز السموم في الطيور، ماشي، وتبقى نظيفه بالشكل ده، مهم جدا جدا عشان خاطر، وفي نفس الوقت بتزفر ايه، بتزفر الاكل، يعني مهمه جدا لازم تتشال. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.